أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من مشاركة، البرنامج الذي يعنى بالقطاع المالي الإسلامي. أبرز العناوين في هذه الجولة: ودائع البنوك الإسلامية في مصر ترتفع إلى 335 مليار جنيه بنهاية سبتمبر. تقلص الفجوة بين انتشار المنتجات المصرفية التقليدية والإسلامية في الإمارات حسب مؤشر الإمارات الإسلامي. المركز الكويتي يطلق الدورة الرابعة لبرنامج شهادة المدقق الشرعي المعتمد. سجل العمل المصرفي الإسلامي في مصر 407 مليار جنيه، وهي تشكل 5% من حجم السوق المصرفية، بزيادة 51 مليار و600 مليون جنيه، ونمو ب 14.5% عن سبتمبر 2020. وقال دكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي أن حجم الودائع الإسلامية في نهاية سبتمبر بلغ 335 مليار جنيه، تشكل 7% من حجم السوق، بزيادة 35 مليار و100 مليون جنيه، وبنمو 11.7% عن سبتمبر 2020. وسجل حجم التمويل 313 مليار و200 مليون جنيه بنسبة 5.5% من حجم السوق، بزيادة قدرها 28 مليار و200 مليون جنيه، وبنمو 10% عن سبتمبر 2020. معي من القاهرة الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، أهلا وسهلا بك معنا. بدءا، كيف نقرأ هذه الأرقام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، الأرقام دي أرقام معظمها إيجابية، لأن هي بتدل على مدى تطور حجم الصناعة المصرفية الإسلامية داخل السوق المصري وتقبلها، وبدأ الكثير جدا من الشركات والأفراد يستوعبوا هذه الفكرة وبدأوا يتعاملوا معها بصورة كبيرة، ودي بين لنا فعلا مدى الاهتمام القطاع من المتعاملين مع المصارف باهتمام بالضوابط الشرعية للمنتجات المصرفية، سواء كانت أوعية داخلية أو تمويلات أو حتى إصدارات السوق اللي هي بدأت تنتشر في مصر الفترة الأخيرة إن شاء الله. نعم، العمل المصرفي يشكل 5% من حجم السوق المصرفي في مصر، يعني إلى أي مدى هذه النسبة قابلة للزيادة في تقديرك بشكل مضطرد وفقا للمعطيات؟ وطبعا النسبة دي المفروض بتبقى اكبر من كده، لكن نظرا ان حجم السوق المصرفي في مصر اصلا كمان يعني بيتسارع وبينمو معدلات كبيره جدا، فيعني احنا برضو بنحاول يكون لنا حصه برضو في السوق المصري، ولكن اعتقد الحصه هتزيد جدا ان شاء الله يمكن خلال الشهر الجاي واول بدايه عام 2022 لسببين. السبب الاول هو هناك اصدارات النهارده شغاله في السوق المصري، اصدار جديد لوحده 3 مليار ان شاء الله يمكن يطلع خلال ايام للصكوك الشركات، والحمد لله برضو يمكن عندنا برضو التمويل الاسلامي النهارده بدا ياخذ منحى كبير جدا في رغبه كثير جدا من الشركات للحصول على تمويل متوفر من محكمه الشريعه، واصبح نرى هناك تطور في عمليات تقديم الخدمات، يمكن السماح باعطاء تمويلات عن طريق الانترنت وعن طريق الانظمه الاليه، دي برضو شجعت كثير جدا من المتعاملين الدخول في هذا السوق. ومن الواقع اللي احنا لامسينه داخل السوق المصري هناك فعلا كثير جدا من المتعاملين وخاصه الشركات الصغيره والمتوسطه اللي ترغب في التمويل الاسلامي، فعلا لما وجدوا هذه التسهيلات وهذه المبادرات اللي البنك المركزي بيقدمها اعتقد انه بداوا النهارده يتوجهوا لهذا العمل بصوره كبيره ان شاء الله، وده يؤدي فعلا لزياده هذه الارقام بصوره كبيره ان شاء الله. جيد. دكتور محمد، عندما نستعرض الودائع ايضا وحجمها في نهايه سبتمبر نجد انها ايضا ترتفع بحوالي 7%. ايضا دعنا نقرا في هذه النسبه، وإلى أي مدى مسألة التحفيز لدى المستثمرين في الودائع في البنوك الإسلامية هي مجزية في تقديرك، وتستطيع المقارنة، تستطيع ربما التفوق، لا نقول التفوق، ولكن تستطيع من خلالها المستثمر أن يعني يعقد نوع من المقاربة بينها وبين الودائع في البنوك التقليدية؟ هو طبعا العوائد اللي بتوزع على الودائع في البنوك الاسلاميه في مصر او في العالم كله بتاخد عليه ناتج النشاط الفعلي وليس الارقام ثابته، يعني بتبقى ارقام وفق ناتج النشاط وبيتم توزيعها، ويمكن الحمد لله يمكن الارباح اللي بتوزع على هذه الاوعيه الداخليه داخل السوق المصري هي يمكن منافسه جدا للموجوده داخل البنوك التقليديه، والعميل فعلا بينظر الى الطرفين، وبعدين غير ان هو اساسا بيتجه اساسا دي
التمويل الاسلامي او الاوعيه الداخليه الاسلاميه، وينظر الى السنه الناحيه الشرعيه، دي نقطه اساسيه عنده. ولذلك النهارده بنتكلم على ان عندنا اكثر من 20% من المتعاملين مع السوق المصرفي شغالين مع الفروض الاسلاميه اللي هي تشكل 5-7% من السوق، رغم ذلك يهمه اولا الناحيه الشرعيه، ثم ايضا بينظر برضو الى ناحيه العوائد، فالعوائد النهارده بتتراوح في حدود افريج ممكن تزيد او تنقص عن 10% في السوق، ودي برضو اسعار منافسه، وان كانت برضو بتشكل رقم مهم جدا للمتعامل في تحقيق عوائد لبعض المتعاملين اللي هم عايزين ياخدوا ارباح على اوعيه الداخليه بتاعتهم، ولكن متوافقه مع احكام الشريعه. واعتقد برضه ان في طلب كتير ان معدل النمو فيها ان شاء الله عن العام السابق 35 مليار في اقل من في سنه من سبتمبر 2021 سبتمبر 2020. نعم، حجم التمويل ايضا في المصارف الاسلاميه يسجل حوالي 5.5% من الحجم الكلي للتمويل. سؤالي الى اي مدى ادوات التمويل الاسلاميه مفعله بشكل جيد في تقديرك في مصر، أم أنها تحتاج ربما إلى إضافة واستحداث أدوات جديدة؟ كلام جميل جدا يا أخي عبد الماجد. هو النقطة الأساسية أن احنا فعلا في أكثر من صيغة تمويلية شغالة، أنا مش عايز أقول أكثر من 10 صيغ تمويلية على مستوى السوق المصرفي الإسلامي في داخل السوق المصرفي في السوق المصري، يعني عندنا أكثر من 10-12 صيغة تمويلية خلاف البرامج بتاعتها، يعني كل صيغة لها برنامج أو اثنين للتنفيذ. وهذا الكلام معناه ان هو قدر ان هو يحقق ويلبي احتياجات متعاملين كتير جدا، ولكن اعتقد المرحله الجايه مع بدء تنفيذ بعض العمليات التمويليه للافراد والشركات عن طريق النت والاي تي، عمل لها برامج جيده في كتير جدا من البنوك ومدارات البنك المركزي لتشجيع المتعاملين على هذا الامر، اللي اعتقد ان احنا هنشهد طفره السنه الجايه، لان فعلا الارقام اللي هي خلال الشهرين دول هم لسه ما دخلوش في الارقام دي ارقام سبتمبر اللي شايفينه خلال ارقام شهر 9 شهر 10 و11، ان في عمليات كتيره بتتم على طريق الانترنت للمتعاملين الشركات بالذات، فدي اعتقد انها هتزود الارقام خلال العام القادم بصوره كبيره، ودي بتبين مدى اهميه التطور مع استخدام التكنولوجيا في منح الخدمات للمتعاملين. يعني مش هنقف عند مرحله معينه، بالعكس انا اعتقد ان يمكن من فوائد الازمه كورونا اللي احنا فيها ديت ان اوجدت اليه للناس يتعاملوا مع النت، وبدات ثقافه التمويل واضافه الاوعيه الداخليه من خلال النت وعمليه خدمه مصرفيه خلال النت. يعني النهارده اصبح الموبايل اداه مهمه جدا للتواصل مع البنك، واصبحت نقطه مهمه جدا ل زيادة حجم المعاملات المصرفية اللي بيشجعها البنك المركزي ودعم لما يسمى بالشمول المالي على مستوى السوق المصرفي في مصر. نعم، الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، أنا أشكر وجودك معنا في مشاركة كنت معنا من القاهرة. في الجزائر أعلنت وزارة المالية افتتاح وكالات التأمين التكافلي قبل نهاية العام الجاري، وأشارت إلى أن هذا الإجراء سيسمح بإكمال المسار الشامل الذي أرادته الدولة بإدراج الصيرفة الإسلامية بشقها التكافلي التأميني كأحد العوامل الفعالة في استقطاب أموال السوق الموازية. أنتم تتابعون مشاركة من CNBC عربية بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد في مشاركة. أعلن بنك الإمارات الإسلامي نتائج مؤشر البنك من استطلاع يكشف انتشار الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة في الإمارات، ولأول مرة منذ إطلاق المؤشر تقلصت الفجوة بين انتشار المنتجات المصرفية التقليدية والإسلامية في الإمارات إلى نقطة مئوية واحدة فقط من 61%. العملاء المشاركين في الاستطلاع يستخدمون المنتجات التقليدية مقارنة ب 60% يستخدمون المنتجات الإسلامية، وارتفع الإقبال على المنتجات المصرفية الإسلامية في الإمارات من 47% في 2015 إلى 60% في 2021، وارتفع الانطباع العام عن البنوك الإسلامية من 26% في 2015 إلى 38% في 2019. معي السيد حسن الرئيس الخبير المصرفي للتعليق على هذه التفاصيل. الفجوة بين انتشار المنتجات المصرفية التقليدية والإسلامية في الإمارات تقلصت إلى نقطة مئوية واحدة فقط، يعني ما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك؟ صحيح،
طبعا ممكن انا اقول لجائحه الكورونا ساعدت في شيء ما، ساعدت شيء، لان في سنه 2020 وتابعت الاجتماعي والشغل من البيت، فالناس بدوا يشتغلون من البيت، وطبعا كان يعني في كان طلب من البنوك عشان يتاكدون العميل موجود وكيف يتواصلون مع العميل. ففي الحاله تواصلوا مع الشبكات الاجتماعيه والابديت الانترنت بانكينج، يعني خلوا جميع المنتجات اللي عندهم على الانترنت بانكينج وتواصلوا مع العميل عن طريق الانترنت بانكينج. طبعا العميل كان عنده فرصه يشوف المنتجات الموجوده ويشوف الاسعار اللي كانت، يعني قبل ممكن هاي الفرصه ما كانت موجوده للعميل عشان يروح للانترنت بانكينج، بس لانه كان تباعد كان موجود فخلى العميل يتعامل مع البنوك بطريقه صحيحه من ويشوف الأسعار هم ويشوف المنتجات والخدمات الموجودة اللي هي تنافس مع البنوك التقليدية. دي سيد حسن، يعني المصارف الإسلامية حققت تقدم عن التقليدية من ناحية الرسوم المنخفضة على التعاملات، نتحدث عن تراجعات من 39% في 2020 إلى 37% في 2021، يعني أيضا نود أن نقرأ ذلك. طبعا في شيء مهم جدا هنا اساس نركز عليه اللي هو يسمونه كوست اوف فاند، ولا تكلفه النقد او السيوله عند البنوك. طبعا في رايي الشخصي تكلفه السيوله عند بنوك الاسلاميه المصارف الاسلاميه بيكون شويه احسن من بنوك التقليديه، وهي تعطي فرصه لبنوك الاسلاميه اساس تعطيهم خدمات باسعار شويه تنافسيه واحسن. هالشيء طبعا مهم، والشيء غير اللي طبعا مركزين عند تعرف المصارف الاسلاميه عندهم يعني سيوله في الكرنت اكاونت في الحساب الجاري، فهي السيوله تساعد، لان هل السيوله ما تكلف شيء في الحساب الجاري، تساعد للبنوك للمصارف الاسلاميه اساس يحطون اسعار ممكن تنافسيه واحسن بالنسبه للبنوك التقليديه. الاستطلاع قال بأن قطاع الصرف الإسلامية حافظ على تأثيره القوي في المجالات التي تلهم ولاء العملاء على المدى الطويل. ما المقصود بذلك؟ مقصود بذلك اللي الواحد يعني كمصرف تعرف كل مصرف عندهم كاستمر بروفايلينج أو تصنيف الكلاينت. يعني بنفس الوقت يبغون يتأكدون إن العميل يتعامل مع بنك واحد. يعني ما عنده بطاقه ائتمان مع بنك غير، وما عنده حساب جاري مع بنك غير، فيخلون العميل يخلي خدمات المصرفيه مكان واحد. بهالطريقه هو مركز على بنك واحد، بنفس الوقت البنك مستفيد من العميل اساس يكون عميل لمدى طويل المدى. يعني فها طبعا يسمونه كاستمر بروفايلنج، في اي وقت يعني ممكن البنك على ممكن يكون على العميل شخصي ولا حتى شركات، ممكن نشوف البروفايلينج، نصنف الكلاينت والعميل شو عنده من منتجات اللي رحنا نقدر نحطيه. ممكن في عميل عندنا رحنا ما يقدر ياخذ جميع المنتجات الموجوده، بس هو يعني بهالطريقه البروجرام الموجوده طبعا التكنولوجيا وانشاء التجاره الالكترونيه ساعدت في هالشيء، كما يعني خلت شويه تو جو تو ديفرنت ليفل. نعم 71% من المشاركين سيد حسن في الاستطلاع على درايه بمنتج مصرفي اسلامي واحد على الاقل حتى إذا لم يستخدموه، مقارنة مع 59% في عام 2015. ما هي دلالات هذه النسب بين هذا وذاك؟ طبعا البنوك المصارف الإسلامية بدوا يسوقون على العملاء اللي مش عميلهم، يعني مش بس بدوا التسويق مش بس العميل اللي يتعاملون معه، بس العميل اللي ما يتعاملون معه. فبدوا يركزون على العميل اللي موجود في السوق، ومن خلال الانشاء التجاره الالكترونيه حاولوا يدورون العميل اللي ممكن يتعامل مع البنك مصرف اسلامي بدون ما يكون يغير حسابه ولا حتى يتجه الى بنك غير. فهاي خلت المنتجه الموجوده في البنوك الاسلاميه تتوجه لغير العملاء الموجودين. نعم شكرا جزيلا لك الخبير المصرفي حسن الرئيس لمشاركتك معنا في هذا البرنامج. شكرا جزيلا. أطلق بنك الكويت المركزي دورة رابعة من برنامج الشهادات المدقق الشرعي المعتمد، ويتولى إدارتها وتنفيذها معهد الدراسات المصرفية. البرنامج موجه لرفع كفاءة التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة.
وقد أصدر بنك الكويت المركزي في 2016 تعليماته بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية، وتضمنت الشروط والمؤهلات اللازمة للقيام بأعمال التدقيق الشرعي لتعزيز حوكمة أعمال الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية بالكويت وترسيخ أسس التدقيق الشرعي على أعمال تلك البنوك. أرحب بضيفي من هناك الدكتور محمد الشرف الشريك والمدير في شركة أصول للاستشارات الشرعية. دعني أتحدث أولا عن التدقيق، يعني وبوصفه واحد من أساسيات حوكمة الرقابة الشرعية، يعني إلى أي مدى منذ هذا التوجه في 2016 تقيمون هذا المنحة والاتجاه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أشكر لكم استضافتكم الكريمة. التدقيق الشرعي كما هو معروف عنصر من عناصر حوكمة الرقابة الشرعية، وفي عام 2016 بنك الكويت المركزي أطلق تعليماته بخصوص حوكمة الرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية الكويتية. هذه التعليمات مثلت نقلة نوعية كبيرة بوصفها أطرت لعملية التدقيق الشرعي الداخلي، حددت شكل إدارة التدقيق الشرعي الداخلي، الشهادات المهنية التي ينبغي أن يحصل عليها المدير والموظفين والخبرات اللازمة، إضافة إلى استحداث التدقيق الشرعي الخارجي. فهذه التعليمات مثلت نقلة نوعية ومهمة للتأسيس لمرحلة جديدة والتركيز على عنصر التدقيق الشرعي كعنصر من عناصر حوكمة الرقابة الشرعية، وكما هو مشار إليه في هذه التعليمات وفي عدة تصاريح لسعادة المحافظ الدكتور الهاشل. نعم دكتور محمد، دعنا نتحدث عن حاجة القطاع المصرفي في الكويت لكوادر جديدة في التدقيق الشرعي وتطوير أيضا مستوى وتأهيل الكوادر الحالية. بحسب تصريح سعادة المحافظ في لانطلاقة الدورة الرابعة من برنامج المدقق الشرعي المعتمد، فقد تم تخريج أكثر من 100 مدقق شرعي معتمد في دولة الكويت. هذا العدد يشمل المدققين الحاليين الذين يعملون في البنوك، إضافة إلى مدققين شرعيين جدد. سوق التدقيق الشرعي في دولة الكويت يتضمن عدة قطاعات، بداية قطاع البنوك المصارف الإسلامية، ومن ثم شركات الاستثمار التي تعمل في أحكام الشريعة الإسلامية كون هذه الشهادة معتمدة لدى هيئة أسواق المال، إضافة إلى مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي. فهذا السوق يمثل شريحة واسعة ويحتاج إلى عدد لا بأس به من المدققين الشرعيين، إضافة لذلك لاحظنا عملية التيرن أوفر أو التنقل بين المدققين في عدة مؤسسات، إضافة إلى وجود يعني العديد من المدققين الذين يكملون دراساتهم العليا. فهناك حاجة وطلب دائم لوظيفة التدقيق الشرعي. هذا الأمر بنك الكويت المركزي لاحظه، وبناء على ذلك أطلق النسخة الرابعة من هذه الشهادة في غضون 3 سنوات. هذا مؤشر جيد ويعكس مدى العمق الموجود لصناعة التدقيق الشرعي في دولة الكويت. نعم دكتور، حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية لا شك في أنها من متطلبات حوكمة الرقابة بشكل عام. نود أن نتحدث عن أدوار مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية وهذه الهيئات والتدقيق الداخلي والخارجي. نعم، هي عبارة عن عملية متكاملة كما هو منصوص عليه في تعليمات بنك الكويت المركزي عام 2016. مجلس الإدارة من خلال لجانه المختلفة، لجنة التدقيق، لجنة المخاطر واللجان الأخرى، لديها دور في عملية رسم السياسة العامة لعملية الالتزام الشرعي والمساهمة في تحقيق أهداف الالتزام الشرعي. على سبيل المثال، اختيار مدقق الشرعي الخارجي في البنوك، تبعية مدير إدارة التدقيق الشرعي الداخلي للجنة التدقيق في مجلس الإدارة، كل هذه الأمور توضح مدى أهمية التدقيق الشرعي ومكوناته المختلفة ومدى الترابط بين الأدوار بين مجلس الإدارة وهذه الوظائف، إضافة إلى أن الإدارة التنفيذية ملزمة بتطبيق المعايير الحوكمة الشرعية ومعايير الالتزام الشرعي. فبالتالي هناك عملية متكاملة بين مجلس الإدارة، بين الإدارة التنفيذية، بين الوظائف المتعلقة بالتدقيق الشرعي لتحقيق الهدف وهو الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية. وأيضا لا نغفل دور هيئة الرقابة الشرعية في هذا الجانب،
فهي أيضا عنصر أساسي في هذا الموضوع. الإقبال الكبير الذي شهدته الدورات الماضية دكتور محمد شهد تخريج حوالي 100 مدقق، يعني سؤالي إلى أي مدى يتناسب هذا العدد مع الحاجة الفعلية للمدققين في المصارف والبنوك؟ هذا الأمر تناسب مع دخول قطاع البنوك إلى التدقيق الشرعي الخارجي. لاحظنا بداية من عام 2020 بحسب التعليمات أن البنوك الإسلامية الكويتية أصبح لزاما عليها أن تعين مدقق شرعي خارجي يقوم بعملية تدقيق دورية وإصدار تقرير في نهاية السنة بمدى التزام هذه البنوك بأحكام الشريعة الإسلامية. لاحظنا قيام العديد من مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي بتعيين مدققين شرعيين خارجيين وتعزيز فرق التدقيق الشرعي. إضافة لذلك أن هذه الشهادة ليست محصورة فقط على من هم يعني في دولة الكويت يقومون بعملهم في دولة الكويت، لاحظنا العديد من الأشخاص من خارج دولة الكويت يتحصلون على الشهادة، كون هذه الشهادة أول شهادة تصدر عن جهة إشرافية على القطاع المالي متخصصة بالتدقيق الشرعي بشكل عام. فلذلك هنالك طلب، وأيضا كما أوضحنا هيئة أسواق المال في عام 2020 اعتمدت أيضا هذه الشهادة، فبالتالي أصبح هناك طلب أن يعني أي شخص مسجل لدى هيئة أسواق المال بوظيفة مدقق شرعي داخلي بإمكانه الحصول على هذه الشهادة. فكما أسلفنا هنالك عمق في السوق جيد، هو هذا الأمر ساعد البنك على طرحها للنسخة أو المرة الرابعة. نحن نتصور أن الخطوة المقبلة هي اعتماد هذه الشهادة على نطاق أوسع بحيث تكون على مستوى الخليجي مثلا، فبالتالي يستمر الإقبال عليها ويكون هناك يعني تعاون بين معهد الدراسات المصرفية لتحقيق وجود كفاءات تدقيق شرعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. نعم، يبدو أن كل ذلك هو توجه استراتيجي لدى بنك الكويت المركزي تجاه المصارف الإسلامية. هل نتوقع ربما مزيد من الإجراءات والتوجيهات في هذا الاتجاه؟ نعم، الآن هنالك تعليمات حوكمة شرعية جديدة يعني من بعض الجهات الإشرافية. لا تتوقف الجهات الإشرافية في دولة الكويت عن تعديل وتطوير الحوكمة الشرعية والوظائف المتعلقة بها. لاحظنا صدور قرار رقم 103 من هيئة أسواق المال في شهر سبتمبر الماضي والمتعلق بتطوير لعملية التدقيق الشرعي الخارج بشكل رئيسي وتعديل بعض المتطلبات اللازمة لوظيفة المدقق الشرعي. هذا الأمر لا نستبعده أبدا لدى بنك الكويت المركزي، وأيضا لاحظنا وجود جهة إشرافية جديدة وهي وحدة تنظيم التأمين، والتي أيضا أضافت إلى نموذج الحوكمة الشرعية في لائحات التنفيذية الصادرة في مارس 2021 وجود مدقق شرعي داخلي. هنالك التكامل بين هذه الجهات، وهنالك يعني تفاهم بوجود نماذج حوكمة شرعية تحتوي في الحد الأدنى على مدقق شرعي داخلي وهيئة رقابة شرعية، وتتفاوت في موضوع التدقيق الشرعي الخارجي. الدكتور محمد الشرف الشريك والمدير في شركة أصول للاستشارات الشرعية كنت معنا من الكويت العاصمة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. انتهت حلقة مشاركة لهذا الأسبوع. الأسبوع المقبل بمشيئة الله لقاء جديد في ذات المواعيد. دائما تابعونا على موقعنا cmcarabia.com وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. تحياتي والفريق العامل في هذا البرنامج، إلى اللقاء.